بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم في هذا الفيديو بشرح تجربة قياس الحجم المولي عند درجة حرارة ثابتة وضغط ثابت وحساب الحجم المولي كذلك عن طريق علاقة الغاز المثالي والمقارنة بينهما. إذا لدينا الأدوات والمواد المستعملة، لدينا مخبار مدرج 50 ملل، نضع به محلول حمض كلور ماء مركز يكون بزيادة. لدينا كذلك حوض زجاجي نملأه بالماء، ولدينا ملقط، لدينا قفازات، وكذلك شريط مغنيسيوم سنقطع منه حوالي 2 سنتيمتر. لدينا الكتلة المولية اللي هي 24.31 غرام على المول. نقوم بقياس درجة الحرارة، لدينا 23.2 درجة. أما الضغط فهو 1.1 أو 101.7 كيلو باسكال. شروط التجربة، نأخذ 2 سنتيمتر من شريط المغنيسيوم، إذا سنقوم بتنكيس المخبار فوق الماء بهذه الطريقة. ثبته، ثم نأخذ عن طريق بواسطة المرقد 2 سنتيمتر من شريط المغنيسيوم ونضعها بحذر داخل المخبار المدرج. فنلاحظ على الفور التفاعل الذي يحدث بين حمض كلور ماء ومعدن المغنيسيوم، ونلاحظ بداية تشكل غاز الهيدروجين المنطرق. إذا يتجمع غاز الهيدروجين في أعلى الأنبوب، يمكن قراءة الحجم عند نهاية التفاعل. إذا لدينا حمض كلور ماء مركز، لهذا ستكون العملية سريعة. إذا ننتظر لغاية نهاية التفاعل، أي اختفاء قطعة الزنك أو عفوا قطعة المغنيسيوم المستعملة، ثم نقرأ الحجم. يمكن أن نكشف عن الغاز المنطلق، حيث نعلم أن الهيدروجين يحدث فرقعة عند تقريب عزل قارب منه. سنقوم بإخراج المخبار بهذه الطريقة، ونقوم بإشعال عود ثقاب ونقربه من فوهة الأنبوب. فنلاحظ حدوث فرقعة. نقوم الآن بتحليل النتائج. لدينا معدل التفاعل، لدينا معدن المغنيسيوم يتفاعل مع محلول حمض كلور الماء، يعطينا غاز هيدروجين منطلق وكلور المعدن أي كلور المغنيسيوم. من خلال النتائج لدينا الحجم وجدناه 120 ملل، درجة الحرارة 23.2، الضغط الجوي 101700 باسكال. لدينا رسم توضيحي، قد فقاعات تمثل غاز الهيدروجين المنطلق. أولا نحسب كتلة 2 سنتيمتر من المغنيسيوم. إذا أخذنا شريط مغنيسيوم طوله 1 متر أي 100 سنتيمتر، سنجد أن وزنه هو 1.4 غرام. إذا 2 سنتيمتر تقابلها الكتلة التي أخذناها، إذا بالحساب نجد 0.028 غرام. إذا نجد من خلال المعادلة علاقة بين كمية مادة المغنيسيوم المختفية وكمية مادة الهيدروجين المنطلقة. نلاحظ من خلال المعادلة أن عندما يتفاعل 1 مول من المغنيسيوم ينتج 1 مول من غاز ثاني ثنائي الهيدروجين. هذا يمكن حساب كمية مادة الهيدروجين انطلاقا من كمية مادة المغنيسيوم التي لدينا حولها معطيات.
إذا كمية مادة المغنيسيوم المتفاعلة تساوي كمية مادة الهيدروجين الناتجة. إذا كمية مادة المغنيسيوم الكتلة على الكتلة المولية، إذا بالتعويض العددي لدينا الكتلة المولية 24.31، والكتلة قمنا بحسابها الآن. إذا نجد كمية المادة هي 1.152×10³ مول، وهي نفسها كمية مادة الهيدروجين أو غاز الهيدروجين الناتج. نقوم الآن بحساب الحجم المولي في شروط التجربة. نعلم أن كمية المادة تساوي حجم الغاز على الحجم المولي. إذا لدينا Vm بالتعويض، لدينا الحجم الذي وجدناه هو 28×10³ لتر على كمية المادة. سنجد الحجم في شروط التجربة هو 24.3 لتر لكل وعلى المول. الآن نطبق قانون الغاز المثالي لإيجاد الحجم المولي. إذا نعلم أن الحجم المولي ما هو إلا حجم الذي يشغله 1 مول من أي غاز. نحن نقوم الآن بالحساب في شروط التجربة التي لدينا، أي عند 23.2 درجة والضغط المسجل. نأخذ كمية المادة 1 مول باعتبار أخذنا غاز هيدروجين، سنأخذ 1 مول من أي غاز. إذا تصبح العلاقة P في V تساوي 1 في RT، تستخرج Vm تساوي RT على P. إذا بالتعويض R ب 8.31 T ب الكربون أي 273 زائد القيمة المسجلة هي 23.2، والضغط لدينا في A1 1700 باسكال. إذا بالتعويض العددي نجد النتيجة بالمول على المتر المكعب، نقوم بتحويلها إلى اللتر على المول، فنجد 24.2 لتر على المول. لاحظ أن النتيجتين متقاربتين في حدود أخطاء القياس التي قد تكون ناتجة عن قياس الضغط خلال الجهاز مثلا، وكذلك ربما عندما قمنا بوضع شريط المغنيسيوم قمت بحكه حتى تزول طبقة الأكسيد، إذا يؤثر كل ذلك على القياس. إذا أرجو أن يستفيد الجميع من هذا الفيديو، وشكرا على